شنو هما النقاط الرئيسية ديال الخلاف بينكم وبين وزارة التعليم ووزارة الصحة؟ إذا حاليا كاين جوج أنواع ديال المشاكل اللي لقاوهم طلبة الطب بعد مشروع اتفاق مقدم. كاين المشكل فيما يخص النقط العالقة واللي هي مباراة الإقامة ونقطة طب الأسنان اللي حاليا مازال ما كاينش الحلول الواقعية اللي هي مقدمة من طرف الوزارتين، وكاين النقط اللي هي كتعتبر مأخوذة من طرف الوزارة ولكن الإشكال كاين فيها حاليا هو في الصياغة ديالها. حاليا كاين واحد الصياغة اللي هي لا تحمي طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قانونيا، إذا كاين إشكال بالنسبة للنقط المأخوذة فيما يخص الصيغة، الوزارة ترفض أنها تعطي الصياغ المقدمة من طرف التنسيقية من طرف الطلبة وتعطي واحد الصياغ اللي هي هاشيشة قانونيا، وكاين الجهة الثانية اللي هي النقط العالقة التي لم تقدم فيها مقترحات وحلول واقعية ألا وهي مباراة الإقامة للتخصص ونقطة السنة لصيغة طب الأسنان. لماذا لا تريدون أن الطلبة ديال الجامعات الخاصة يشاركوا في هذا الامتحان؟ لماذا؟ نحن لا نريد أن يتكرر مثال المدرسة العمومية والثانوية العمومية، حيث حاليا أصبحت هشة وبمستوى رديء. نحن نطالب اليوم بأن يكون هناك توازي بين القطاعين العام والخاص في شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان. نحن نعي أنهم هم إخوتنا طلبة القطاع الخاص، لكن المطلوب هو أن يكون هناك توازي. سمعت أن وزير التعليم وزير التربية الوطنية جاء باقتراح أن الطلبة الآن اللي هما في الرابعة السنة الرابعة ولا في السنة الثالثة الموضوع ديال الاختصاص ما يتطرح حتى من هنا ثلاثة ولا أربعة ديال السنوات، إذا هذا اقتراح ربما يليق. نحن بطبيعة الحال نحن ما نطلبه من الوزارة هو الالتزام بتغيير قوانين والالتزام معنا بالعمل على ضمان حق الطالب الكلية العمومية في التخصص. نحن نعي أن مسطرة القوانين ستأخذ وقت 6 أشهر ربما سنة، ولكن المطلوب هو الالتزام بهذا في مشروع اتفاق توقع عليه الوزارتين والتنسيقية الوطنية بحيث يكون هناك ضمان لحق طالب طب الصيدلة في الكلية العمومية في التخصص. أي بمعنى أن تقترحوا يكون امتحان بالنسبة للطلبة ديال السنة السادسة اللي هما في التعليم في الكليات العمومية وامتحان بالنسبة للطلبة اللي في الكليات الخاصة؟ نعم، يعني أن يكون هناك توازي، يعني أنه ستنظم مباراة داخلية وإقامة التي هي مباراة تخصص بالنسبة لطلبة الكلية العمومية تنظم في المستشفى العمومي، وبالنسبة لطلبة الكلية الخاصة تنظم في المستشفيات الخصوصية. نعم، ما غادي تجلسوا مع الحكومة في حوار؟ نحن قدمنا طلب استماع مع وزارتين معنيتين الاثنين الماضي الاثنين 27 مايو، ولكن لحد الان لم نتلقى اي رد. نحن دائما وعلى اتم استعداد للجلوس على طاوله الحوار. parmi les revendications ديال la médecine dentaire ان لا سيزيام اني والاكزامان دابيليتاسيون الوغ لا سيزيام اني حنا باش كنطالبوا لا سسبونسيون ديال ديك لا سيزيام اني حيت ديجا ما عندناش لي كونديسيون دو ترافاي، ما عندناش فين نديروا لي ستاج ديالنا. ابل لو سي اش او كيكفي لي 4 اني العشيه ولي 5 اني الصباح، فين غادي تزاد اون بروموسيون ديال 100 ايتوديون كي غادي ديروا لها سوا في لونكادرومون سوا في لي فوتي دونتير ما غاديش يكونوا سوا في لو ماتيريال ما غاديش يكون الطلبه باش يخدموا. حنا ماذا بينا تكون سنه سادسه ولا سنه سابعه بظروف جيده باش نداويو المواطن المغربي، حيت حنا بحالنا بحالهم كنا مواطنين مغاربه.